بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم مع حصة جديدة من حصص منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هتكون أول حصص المراجعة العامة. طبعا إحنا راجعنا الحصتين اللي فاتوا مع بعض على الجغرافيا والتاريخ. النهاردة طبعا هنشمل الجغرافيا مع التاريخ في المراجعة كاملة. الهدف منها هو التدريب على شكل الأسئلة في الامتحان وكيفية حلها. طبعا عارفين إن أول سؤال في الامتحان بيكون الخريطة. دلوقتي زي ما أنتم شايفين يقول السؤال: أمامك خريطة صماء للعالم، وضح مدلول الأرقام التي عليها. جايب لي خريطة للعالم، حاطط لي عليها بعض الأرقام موزعة في بعض المناطق، وطالب مني بعض النقط الرئيسية على الخريطة. أول نقطة معانا بيقول ثالث دول العالم في إنتاج السكر، اثنين ثاني قارات العالم في زراعة البنجر، ثلاثة نوع الزراعة السائدة في المنطقة، أربعة ثاني دولة منتجة للقمح، خمسة نوع الرعي السائد، ستة أولى دول العالم في إنتاج الأصوات. طبعا قمنا مع بعض وشفنا في الوحدة الأولى نشاط الزراعي والصناعي والرعي والمعادن ومصادر الطاقة. طالب مني تالت دول العالم في إنتاج السكر. طيب مين تالت دولة منتجة للسكر؟ قلنا إن السكر محصول مداري بيزرع في المناطق الحارة، وبتركز زراعته أولى أكبر الدول إنتاجا ليه برازيل، ثانيهم الهند، ثالث دولة زي ما رقم واحد بيشير هنا يشير إلى دولة البرازيل، يشير إلى دولة الصين. يبقى إذا ثالث دولة منتجة للسكر في العالم هي دولة البرازيل. وبالتالي طبعا لو انت بصيت على الرسم البياني في كتاب المدرسة هتلاقي عندنا دول على الترتيب: برازيل، الهند، الصين، وثالث دولة هي الصين، ورابع دولة تايلاند. قلنا ان السكر بيدخل في كثير من قصب السكر بيدخل في كثير من الصناعات، من اهمها طبعا السكر. تاني نقطة معانا بيشير ليها هي تاني قارات العالم في زراعة البنجر. قلنا إن قصب السكر بيزرع في كل القارات ما عدا أوروبا، وده لعدم ملائمة الظروف المناخية لزراعة القصب في أوروبا، لأن أوروبا قلنا بتقع في المنطقة المدارية الحارة، وبالتالي يصعب زراعة قصب السكر. طب البديل بتاعه إيه؟ البديل بتاعه طبعا البنجر. طب البنجر ده بيتزرع في كل قارات العالم؟ اكيد لا، او اكيد يعني بيكون بديل، فبتركز زراعته اكثر في امريكا الشماليه برواف وروان. تمام، وقلنا من اهم الدول او اهم قارات اوروبا وتحديدا فرنسا وفي امريكا الشماليه. تمام، بيزرع ايضا في الولايات المتحده. نوع الزراعة السائد في المنطقة، طبعا احنا خدنا الزراعة مع بعض ليها نوعين أساسيين: إما زراعة بدائية أو زراعة كثيفة، أو زراعة متقدمة وبنقول عليها كثيفة، أو علمية وتجارية. لو لاحظنا الرقم ثلاثة هو بيشير أكتر إلى الأطراف لحدود الدولة أو قارة أمريكا الجنوبية. تمام، إذا كان بيشير إلى الحدود، لو إحنا عايزينه كده، يعني لو حطينا خط زي كده مثلا في المنطقة دي كده يا شباب مع بعض، ده بيكون ده نوع زراعة كثيفة. لكن الرقم زي ما أنتم شايفين واخد الجزء البرازيل شوية أو جوه البرازيل شوية، فده نوع الزراعة اللي بنسميها الزراعة
البسيطة أو الزراعة البدائي. يبقى إذن أول حاجة الصين، تاني حاجة قلنا أمريكا الشمالية، تالت حاجة قلنا الزراعة البسيطة. تاني دول منتجة للقمح، وطبعا كما يشير الرقم 4 هي دولة الهند، وقلنا إن القمح هو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، حيث يذكر في صناعة الخبز والمكرونة والحلويات وغيرها. 5 نوع الرعي السائد، احنا عندنا نوعين من الرعي، اما الرعي البدائي او الرعي التجاري، وهذا النوع من الرعي البدائي او الرعي التقليدي هو اللي بيسود في منطقة الصحراء الكبرى في قارة. بعد كده معانا نقطة 6، أولى دول العالم في إنتاج الصوف، قلنا أولى الدول في إنتاج الصوف أستراليا، وده بسبب وجود حيوان المارينو المشهور بغزارة الأسوان. بعد كده ننتقل لخريطة ثانية معانا، وهي خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، برضو طالب مني بعض النقاط الأساسية على الخريطة. طيب تعالوا بينا نبص على خريطة الولايات المتحدة ونشوف ايه المطلوب. طالب مني نقط كتير جدا، اول حاجة دولة، رقم 2 مدينة، 3 المحيط، 4 خليج، 5 مدينة، 6 محيط، 7 دولة، 8 مدينة نقط، 9 جبال نقط، 10 نهر نقط، 11 جبال نقط، 12 هضبة نقط. أنا عندي تقريبا الخريطة اللي قدامنا الولايات المتحدة جايبالي حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول المجاورة لها أو الموقع الجغرافي لها يعني، وأيضا جابت لي أهم المدن وجايبالي التضاريس. لو بصينا على أول حاجة هنلاقي ان الولايات المتحدة رقم 1 فيها بيشير الى دولة كندا، رقم 1 في الولايات المتحدة هنا على الخريطة بيشير الى دولة ايه؟ كندا، ودي بتحد امريكا او الولايات المتحدة من الشمال. طيب رقم 2 عايز واحدة من المدن التي تمثل الولايات المتحدة، احنا لسه ما جيناش روان لبما تفسر. تمام، طيب اهم دول الولايات المتحدة قلنا لو احنا بصينا على خريطة الولايات المتحدة هنلاقي ان اهم المدن اللي بتقع على الولايات المتحدة الامريكية في هذه، من هنا بتمثل أهمية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وقلنا نيويورك بتحتل بتطل على المحيط الهادي الأطلنطي وبها مقر الأمم المتحدة. ثلاثة بيشير إلى المحيط الأطلنطي، 4 خليج المكسيك وبيحد أمريكا أو الولايات المتحدة من الجنوب، 5 مدينة سان فرانسيسكو دي بتطل على ساحل المحيط الهادي وهي أكبر المواني في الولايات المتحدة الأمريكية، 6 المحيط الهادي، 7 دولة المكسيك ودي بتحد الولايات المتحدة من الجنوب، 8 مدينة شيكاغو دي أكبر المدن في السهول الوسطى وتقع على بحيرة ماتشينج، 9 جبال الأبلاش هي من المرتفعات التي توجد في شرق الولايات المتحدة، 10 نهر المسيسيبي وهو أشهر السهول الفيضية في الولايات المتحدة الأمريكية وبيمثل أهمية كبيرة
في المنطقة الوسطى حيث قيام في الساحل الجنوبي الشرقي ودلتا نهر المسيسيبي، وده بيؤدي أيضا إلى وجود الزراعة و13 جبال روكي، وتقع في غرب أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 12 يروى دو، ودي بتمثل أهمية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فإحنا كده خدنا مع بعض موقع تاريخي وجغرافي أهم المدن اللي بتحد بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تشتهر بها الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الأول ده دايما في الامتحان بيكون الخريطة، وعشان كده لابد إن إحنا نركز في النقط الأساسية من الخريطة لو هي خريطة المدن زي كده أو البلاد النامية والمتقدمة زي الولايات المتحدة كده مثلا، نركز على أهم حاجة موقع الجغرافي، الحدود بتاعتها، المدن والعواصم وأهم المدن داخل الحدود، أيضا نركز على مناطق تركز السكان والسهول الفيضية في أي دولة من الدول اللي احنا 5 اللي اتكلمنا عليهم. السؤال التالي، بما تفسر انكماش مساحة الحشائش بالسهول الساحلية في ألمانيا؟ طبعا كانت الشريحة موجودة من شوية وبدأت الناس تجاوب عليها، قلنا إن ألمانيا انكمشت فيها حشائش بسبب إحلال الزراعة والتوسع العمراني، بدأت الحشائش دي يحصل عملية انكماش ليها علشان يحل محلها الزراعة أو من خلال التوسع العمراني لإعادة توزيع أو لتوزيع وتركز السكان في أماكن جديدة داخل داخل ألمانيا. طيب لو بصينا على بما تفسر رقم 2، بيقول قلة عدد السكان نيجيريا في دلتا نهر النيجر. ليه السكان في نيجيريا بيقلوا في دلتا النيجر؟ بيقل السكان في دلتا نهر النيجر في نيجيريا رغم ان هو واحد اهم السهول الساحلية، لكن بيقل السكان وتركز السكان في الدلتا بسبب كثافة الغابات والظروف المناخية القاسية، لان زي ما احنا عارفين ان جنوب من نيجيريا يقع ضمن المناخ الاستوائي، وبالتالي ايضا بيكون ممطر طوال العام وبتنمو فيه الغابات الاستوائية الكثيفة، وبالتالي الظروف المناخية الصعبة، لان احنا عارفين ان الاقليم الاستوائي بيتميز بارتفاع درجة الحرارة وسقوط الامطار طوال العام. تمام، بسملة، روان. النقطة اللي بعد كده رقم 3، يزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا قارة أوروبا. قلنا ليه القصب لا يزرع في أوروبا؟ قلنا لعدم توفر شروط زراعته، أو ممكن نقول لأن قارة أوروبا بتقع في المنطقة المعتدلة الباردة، وبالتالي من هنا بيصعب إنتاج السكر في قارة أوروبا. رقم 4، بما تفسر توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة؟ ده اللي هي إجابة صحيحة. أول حاجة إن هو سهل النقل، رخيص الثمن، غير ملوث للبيئة، وبالتالي بدأ العالم يستخدمه كبديل عن المصادر الأخرى من الطاقة سواء البترول أو الفحم أو الغاز الطبيعي. طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده، وهي في أي الدول تقع هذه المدن وما شهرتها؟ ركز بقى علشان خاطر دايما بناخد جزء من السؤال ونسيب بقية السؤال. مدينة برازيليا، برازيليا دي بتقع فين؟ هي من كلمة برازيليا كده، بتقع في البرازيل. طيب
حلوة وديت العاصمة الجديدة للبرازيل، وتم إنشائها لإعادة توزيع السكان وإعادة وتعمير هضبة البرازيل، وكان ده الهدف منها. طيب المدينة الثانية مدينة نيودلهي، قلنا هذه المدينة بتقع في الهند وهي العاصمة السياسية، وتتميز نيودلهي بوجود الجامعات والمراكز الصناعية والمعالم التاريخية. تمام يا روان. كده لأيوة، احنا عايزين الناس كده تبقى ايه دايما، مش ان هي تاخد الامور، نركز بس. اهم حاجة قلنا ان احنا نقرأ السؤال كويس ونشوف ايه المطلوب مننا. تمام يا روان، برافو عليكي، جاب نموذجية كالعادة. مدينة ميونخ، قلنا ميونخ ديت عاصمة اقليم بافاريا، تقع في المانيا وهي عاصمة اقليم بافاريا جنوبا، وبها مقر عدد كبير من الشركات والمصانع العالمية الكبرى. في شاهد برضو داليا. تمام، برافو عليك يا شباب. مدينة واشنطن هي بتقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا واشنطن واحدة من أهم المدن داخل الولايات المتحدة، وبتمثل عاصمة السياسية في الولايات المتحدة، وبتطل على المحيط الأطلنطي. داليا، قلت الدولة وما قلتيش داليا بتتميز بيه. تمام، واحنا قلنا الشهرة اللي هي المميزات بتاعة المدينة. أو نقطة أخرى من الأسئلة، وهي أسئلة ما النتائج المترتبة على أول حاجة من نتيجة افتقار الهند للبترول مصادر الطاقة الأخرى. 2 ما نتيجة وفرة المرايا الطبيعية في البرازيل. 3 ما نتائج كثرة التلال والينابيع المائية بالمرتفعات الوسطى بألمانيا. 4 ما نتيجة اتساع مساحة الولايات المتحدة وتنوع تضاريسها. 5 ما نتائج وفرة موارد طبيعية وتنوعها بالولايات المتحدة. 6 صغر المساحات المزروعة في مناطق الزراعة كثيفة. 7 ما نتائج استخدام الطرق العلمية والآلات في الزراعة التجارية والعلمية. 8 ما نتائج عدم وقوع قارة أوروبا في نطاق المناخ المداري بالنسبة للزراعة. 9 ما نتائج أثر التخصص والتقدم العلمي على الراعي التجاري في العالم. 10 زيادة الطلب على البترول. 11 ما نتيجة قيام الوحدة الاقتصادية الأوروبية. أيوة كده شباب، أسرع في الإجابات ما شاء الله. قلنا افتقار، ما نتيجة افتقار الهند للبترول. افتقار الهند للبترول أدى اعتمادها على مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة الكهربائية والطاقة النووية. 2 وفرة المرايا الطبيعية في البرازيل. أي مراعي في العالم، مش في البرازيل بس، عشان تبقوا بس انتوا حاطين النقطة ديت في حساباتكم واجاباتكم. كل ما يقول لك وفره المراعي او كثره الثروه الحيوانيه هي بسبب وفره المراعي، يبقى ادى لازدهار الراعي والثروه الحيوانيه، واصبحت من اكبر الدول المنتجه والمصدره للحوم، زي ما كده روان جاوبت لنا. طيب يعكس السؤال بقى، يقول لك امتلاك البرازيل لثروه حيوانيه، يبقى الاجابه ايه؟ لوفره المراعي الطبيعيه. طيب 3 كثرة التلال والينابيع في المائية بالمرتفعات الوسطى بألمانيا أدى إلى جذب، أصبحت منطقة جذب سياحي في مصدر للدخل الاقتصادي في ألمانيا. تمام يا شاهد، برافو، إجابة صحيحة. 4 اتساع مساحة الولايات المتحدة
الأمريكية وتنوع تضاريسها أدى طبعا إلى تنوع المناخ، وذلك تنوع الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية. كل ما مساحة تتسع وتتنوع التضاريس يؤدي إلى اختلاف المناخ واختلاف وتنوعه من منطقة إلى أخرى. طيب السؤال التالي، وفرة الموارد الطبيعية وتنوعها بالولايات المتحدة. بسملة إجابة صحيحة. شاهد رقم 5، وفرة الموارد الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية. أدى ذلك إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعدد بها الأنشطة الاقتصادية وتصبح من أكثر الدول إنتاجا لكثير من المنتجات سواء الزراعية أو الصناعية. طيب رقم 6، صغر المساحات المزروعة في مناطق الزراعة الكثيفة. أدى ذلك إلى صعوبة استخدام لؤي. إجابة صحيحة. لا يا لؤي، احنا بنقول هي افتقارها للبترول. هتقولي ده استخدامها لمصادر خارجية مثل البترول، لا يبقى مش هتستخدم البترول خلاص، بقى ممكن تستخدم الطاقة النووية أو الطاقة الكهربائية. رقم 6، صغر المساحات أدى قلنا إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الحديثة. والسؤال اللي بعده رقم 7، استخدام الطرق العلمية والآلات في الزراعة التجارية. قلنا استخدام الطرق العلمية أدى إلى قلة التكاليف الزراعية والعمال وإنتاج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وبالتالي وجود فائض للتصدير. تمام لؤي، بسملة، روان، كان في داليا وشهد. تمام رقم 8، عدم وقوع قارة أوروبا في نطاق المناخ المداري بالنسبة للزراعة. طبعا صعوبة زراعة القصب، السكر وغيرها من المحاصيل الزراعية في كثير من الأحيان. 9، أثر التخصص والتقدم العلمي على الزراعي التجاري أدى إلى التخصص في نوع واحد من الحيوانات بهدف الإنتاج الضخم من اللحوم والألبان، وذلك من أجل زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير. 10، زيادة الطلب على البترول. قلنا أي حاجة بيزيد عليها الطلب ويزيد الاستهلاك فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. تمام أي تمام يا شباب. تمام، قيام الوحدة الاقتصادية الأوروبية أدى إلى دعم الصناعة لحدوث تكامل في الجوانب الاقتصادية والدعم الجمركي وحماية الصناعة جمركيا، وبالتالي من هنا الوحدة الاقتصادية الأوروبية في إقليم غرب وسط أوروبا كان لها دور كبير في تكامل في الجوانب الاقتصادية وحماية وصيانة الصناعة الجمركية. السؤال التالي، ما المقصود أو اكتب المصطلح الجغرافي للعبارات التالية؟ يقصد بها زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد. اثنين، يعتبر الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم. 3، نوع من أنواع الراعي يوجد في منطقة الحشائش القصيرة أو حشائش البراري. شاهد لؤي لو بسملة. تمام، يلا بقى ناخد أسئلة المصطلح ونركز في المصطلح أو ما المقصود برضو من المفاهيم والأسئلة الأساسية اللي بتبقى موجودة في الامتحانات بصفة دايما. رقم 1، زراعة الأرض أكثر من مرة، يبقى دي على طول زراعة كثيفة، وقلنا الزراعة الكثيفة بتتم في المناطق الحارة أو المعتدلة وبتستعتمد على الأيدي العاملة أكثر لأنها تتم من خلال عدة عمليات ويصعب فيها استخدام الميكنة والآلات الحديثة. طيب المعدن الرئيسي لخام الألمنيوم هو البوكسيت، وقلنا إن البوكسيت من المواد التي تدخل في كثير من الصناعات منها الألمنيوم، وبالتالي
هنلاقي ان الولايات المتحده الامريكيه اولى الدول انتاجا للالومنيوم، بينما استراليا اولى الدول انتاجا للبوكسايت. لا يا بسمله، مش الزراعه البسيطه اكثر من مره على طول تبقى زراعه ايه؟ كثيفه. راعي شهد روان، النوع من الراعي يوجد في منطقه حشائش. اول ما نشوف راعي يوجد في مناطق الحشائش يبقى الراعي ده على طول الراعي الايه؟ التجاري. طيب نوع ممكن نقولها لي بشكل تاني بس ما يجيبش الراعي التجاري اللي هو الراعي البدائي بقى. اول ما نشوف راعي يمارس في مساحات واسعه يبقى على طول ده راعي ايه؟ بدائي، لانه بيتم في مناطق الصحراء. صوب ما تحته خط. تعد قاره اوروبا اولى قارات العالم انتاجا للقمح، بدل اوروبا هتبقى قاره اسيا. قلنا اكبر القارات انتاجا للقمح اسيا، ومن اهم دولها الصين والهند. يكسو الجليد جبال البرانس في المانيا وتنمو في على منحدراتها الغابات النفطيه. طبعا برانس دي في اسبانيا، خدينا مع بعض في الترم الاول، بينما اللي توجد في المانيا فهي جبال الألب، وهي جزء من جبال الألب الاوروبيه. ثلاثه، تقع الاطراف الجنوبيه لنيجيريا في نطاق المناخ المداري، بدل المداري هتبقى المناخ الاستوائي، وده لان تبدا نيجيريا من دائره عرض 4 شمالا الى 14 شمال. برافو شباب، كل الاجابات اللي واصله الشباب المتفاعل اجابات كلها صحيحه ما شاء الله، سواء من داليا، شاهد، لؤي، روان، بسمله. ننتقل إلى سؤال آخر، لمن تنسب الأعمال؟ وده كده يبقى بدأنا مع بعض التاريخ. الشخصيات من الحاجات المهمة اللي موجودة في التاريخ، ولابد إن احنا برضو نبقى عارفين أعمالها. أجبرته قوات الاحتلال البريطاني على تعيين مصطفى النحاس. 2، قام بإنشاء مجلس المشورة. 3، قدم مباراة عرفت باسم الوقف حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل. 4، وضع خطة لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف. يا شباب، مين اللي أجبرته بريطانيا على تعيين مصطفى النحاس؟ قلنا الملك فاروق تم إجباره على تعيين مصطفى النحاس في حادثة 4 فبراير 1942 عندما حاصرت قصر عابدين، لإجبار الملك على تعيين مصطفى النحاس. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، كان هذا العمل يدل على استمرار الاحتلال في مصر، وكان أحد أسباب ثورة 23 يوليو 1952. قام بإنشاء مجلس المشورة. مجلس المشورة أنشئ سنة 1829، والذي أنشأه محمد علي، وكان مجلس سوري لا سلطة له. وده في الفترة من 1805 ل 1848 اللي فترة حكم محمد علي، كان عندنا مجلسين، المشورة والمجلس العالي، ودي كانت بداية من الحياة النيابية وبداية المؤسسات النيابية فين؟ داخل مصر. قدم مبادرة عرفت باسمه، تمام؟ المبادرة التي عرفت باسم صاحبها كان هي مبادرة روجرز، ودي كانت أثناء حرب الاستنزاف عندما بدأت مصر في بناء حائط الصواريخ المضاد للطائرات الإسرائيلية ودار قصف مستمر لخط برليف. قدم روجرز مبادرة عرفت باسم الوقف إطلاق النيران، وبالتالي كانت لها أهمية كبيرة وقبلتها مصر، وطبعا كالعادة إسرائيل كانت بترفض، وده أدى لاستمرار مصر في إعادة بناء قوتها وإعلان الحرب أكتوبر 1903. وضع خطة لعبور القوات لقناة السويس وتحطيم خط بارليف. مش عبد المنعم رياض، لا، سعد الدين الشاذلي، إجابة صحيحة. يبقى سعد الدين الشاذلي هو الذي، الفريق سعد الدين الشاذلي هو الذي وضع خطة للعبور وتحطيم خط بارليف. ننتقل إلى جزئية أخرى، ما النتائج المترتبة على اجتماع وزراء النفط العربي العرب في الكويت أثناء حرب أكتوبر 73، هزيمة العرب في حرب فلسطين 48، معركة رأس العش،
4 ما نتيجة لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية في قضية طابة. زي ما احنا عارفين ان الدول العربية قدمت دعما ماليا وعسكريا وسياسيا لمصر وسوريا اثناء حرب اكتوبر، وقلنا كان من اهم قرارات الدعم اللي قدمتها الدول العربية هو حظر تصدير النفط الى الولايات المتحدة الامريكية، وده كانت نتيجة الاجتماع الذي حدث في الكويت عندما اجتمعت الدول العربية، قرروا خفض انتاج البترول وحظر تصديره الى الولايات المتحدة الامريكية، وده عندما قررت انها تطلب مساعدات عاجلة لإسرائيل برافو بسملة روان برافو شاهد داليا. السؤال الثاني، هزيمة العرب في حرب فلسطين 48، قلنا نتج عن هزيمة العرب في 48 استيلاء اليهود على جميع أراضي فلسطين ما عدا الضفة الغربية وكانت تحت قيادة الأردن وقطاع غزة وكان تحت الإدارة المصرية، وظلت منطقة القدس منطقة تداول بين العرب واليهود. وطبعا كانت الهزيمة ساعدت ان احنا نرجع مصر تمام وننشئ تنظيم الضباط الاحرار. ليه؟ علشان طبعا كان في جزء كبير من الضباط دول مشاركين في حرب 48، وده ساعد على اتخاذ من اسباب قيام الثورة، لان عرفنا ان ميدان الجهاد الحقيقي كان في مصر وليس في فلسطين. طيب معركة رأس العش، قلنا كانت نتيجة معركة رأس العش هزيمة القوات المصرية للقوات الإسرائيلية عندما حاولت التقدم إلى مدينة بور فؤاد، وبالتالي نجح الجيش المصري في هزيمة القوات الإسرائيلية. لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية في قضية طابة كان نتيجتها إصدار حكم من محكمة العدل 1988 بحقية مصر في طابة، واستردينا طابة في مارس 1989 في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتم رفع العلم المصري، وبذلك تم استعادة سيناء بالكامل. سؤال أكمل، تم أذيع البيان الأول ثورة يوليو 1952 باسم ادي اول نقطه بسمله جاوبت عليها غلط، وده انا حذرت منه جدا. بنشرح المنهج وقلنا في فرق ما بين اذاعه واذيع، قلنا اذاعه يبقى ده كان بصوت محمد انور السادات، بينما اذيع البيان باسم مين؟ كان باسم محمد نجيب، وكانت مطالب البيان هي الاتي: تنازل الملك فاروق عن العرش لأصغر أبنائه أحمد فؤاد الثاني، ويرحل عن مصر في موعد أقصاه الساعة 6 من يوم 26. وبالفعل رحل الملك فاروق قبل الميعاد المحدد، وبالتالي من هنا لأنه أدرك أن الشعب والجيش يكرهان حكمه، عقد مؤتمر نقط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، أو عقد مؤتمر نقط سنة 91 هو مؤتمر مدريد، وده كان سنة 1991 برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للتأكيد على مبدأ الأرض مقابل السلام. أعطى الرئيس نقط إشارة بدء حرب أكتوبر، أعطى الرئيس السادات. شفت بقى أنت غلطت إزاي تاني؟ علشان خاطر بنبقى مستعجلين ومتقرأش سؤال كويس، نقرأ السؤال: الذي أدار حرب أكتوبر هو الرئيس الراحل أنور السادات. تمام شباب، اتفاقية أسلو، اتفاقية أسلو للؤي كانت سنة 1993، ودي كانت عبارة عن اتفاقية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وده كان اتفاق فيها على إقامة حكومة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. تمام مفيش مشكلة، نركز بس ما نستعجلش، أهم حاجة نقرأ الأسئلة بتاعت الامتحان كويس ونشوف هو طالب مني ايه،
بالتالي عارفين اجابتنا هيكون مصدرها ايه، وهتكون اجابتنا صحيحه ان شاء الله. ننتقل الى جزئيه اخرى، اي بالادله التاريخيه ساهمت منظمه اليونسكو العالميه بدور كبير في الحياه الثقافيه المصريه. ايه الدليل على ده؟ قلنا منظمه اليونسكو او منظمه العلوم والتربيه والثقافه التابعه للامم المتحده ساهمت في دور في الحياه الثقافيه المصريه من خلال انقاذها معبد ابو سمبل واحياء مكتبه الاسكندريه. ايد تميزت الفتره من 1981 وحتى الان بتدعيم دور المراه والتاكيد على اهميه دور المراه في المجتمع. قلنا الفتره من 81 حتى الان، ده ايه دليلنا على ده؟ ادراك الدوله لمكانه المراه، وتم الدعم العمل على تدعيم المكانه دي في كافه المستويات طبعا، وده من خلال انشاء كيان مؤسسي خاص بهم وهو المجلس القومي للمراه، كمان تقلدها للوظائف والمناصب المختلفه في البلاد. السؤال الثالث، ايد السد العالي أهمية كبيرة ونتائج عظيمة لأنه حمانا حمى مصر من الفيضان، وكمان تم استغلاله في توليد الكهرباء، وبالتالي كان له دور كبير في إنشائه لما تم إنشائه في حماية مصر من الفيضان وأيضا توليد الكهرباء. لتحقيق السلام مزايا وحل الصراع العربي الإسرائيلي مزايا عديدة. شوفوا أنا في نهاية السؤال كاتب لك إيه؟ يكتفي باتنين بس. ليه؟ لأن إحنا عندنا أكتر من حاجة من تحقيق السلام، دفع عجلة التنمية، تشجيع الاستثمار، زيادة موارد الدولة، تحديث البنية الأساسية، الاستقرار، كل ده من مزايا تحقيق الإيه؟ السلام. وقلنا كل ما يبقى عندي أمن وسلام داخل المجتمعات العربية ده يحقق لي الاستقرار داخل البلاد العربية، دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمام؟ تشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار، تنشيط حركه السياحه، اقامه المشروعات الوطنيه. احنا عايزين ايه؟ اتنين بس من كل دول. بعد كده اكتب كلمه صح او كلمه خطا امام كل عباره. الريحانه اول مجله نسائيه ظهرت في مصر. اتنين، قام اليهود في فلسطين 1917 بارتكاب ابشع المذابح مثل مذبحه يافا. طبعا 3، مجانية التعليم من جازات الثورة في المجال الاقتصادي. 4، من أسباب ثورة 25 يناير 2011 تدهور الأوضاع الاقتصادية. لو بصينا على أول نقطة بيقول لك الريحانة هي أول مجلة نسائية، طبعا العبارة صحيحة، وقلنا ده كانت أول مجلة أنشأتها جميلة حافظ، وتحولت بعد عام واحد فقط إلى جريدة. قام اليهود بفلسطين بارتكاب أبشع الجرائم، طبعا قام بس مش 1917، ده 1947 لما تم تقسيم فلسطين. يبقى العبارة التانية خطأ. خلي بالنا علشان تلاعب بالتواريخ والألفاظ بين السطور هو ده اللي بيوقع. انت ممكن تقرأ العبارة قام اليهود بارتكاب أبشع الجرائم، طبعا على طول هتجري تحط علامة صح أو كلمة صح. لا، احنا بنقول ايه؟ نقرأ السؤال كويس. يبقى مش مذبحة يافا، هي مذبحة دير ياسي. مجانية التعليم من إنجازات الثورة، طبعا من إنجازات الثورة، تمام، ولكن في المجال إيه؟ في المجال الاجتماعي وليس الاقتصادي. يبقى العبارة الثانية الثالثة عبارة خاطئة. لؤي بيقول العبارة الثانية صح، عوض. لا يا لؤي، تمام، نركز. من أسباب ثورة 25 يناير تدهور الأوضاع الاجتماعية، طبعا العبارة صحيحة. ساهمت بعد كده، اختر إجابة. ساهمت مصر مع في تشكيل حركة عدم الانحياز من خلال مؤتمر مدريد سان ريمون باندونج كامب ديفيد. طبعا ساهمت مصر في تأسيس حركة عدم الانحياز إلى جانب الهند ويوغوسلافيا وأندونيسيا في مؤتمر باندونج عام 1955، وده كان من نتائج الثورة 1952 على المستوى الدولي. اثنين، امتنعت نقط عن التصويت عن مشروع تقسيم فلسطين، هو امتنع بريطانيا
حيث كانت بريطانيا هي صانعة مشكلة فلسطين، وبالتالي أعلنت انسحابها في 14 مايو، وتم إعلان قيام ثورة في أو قيام دولة إسرائيل في 15 مايو. السؤال التالي من الأسئلة اللي هي تاخد شكل مختلف، بيقول لك أمامك في الصورة المقابلة زعيم وطني قام بعمل معاهدة مع إنجلترا، مين هو الزعيم وما اسم المعاهدة التي قام بها؟ وضح علاقته أو علاقتها بحادثة 4 فبراير أو علاقته بحادثة 4 فبراير 1942. طبعا الصورة الشخصية اللي قدامنا هي الصورة لي، طبعا خلاص احنا عرفناه أكيد مين هو، مصطفى نحاس مش الملك فاروق، قلنا مصطفى النحاس، والمعاهدة هي معاهدة 1936. ايه علاقته بحديث 4 فبراير؟ حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين علشان تجبر الملك فاروق على تعيينه رئيسا للايه للحكومة. ده كان دليل على استمرار الاحتلال. نركز في سؤال الصور والشخصيات ديت ونبص عليها من الكتاب ونعرف، نحاول نعرفهم. لو جاب لي حاجة زي دي في الامتحان. ايضا الرسوم البيانية، وده اخر حاجة معانا، بيقول لك امامك شكل بياني لاهم الدول المنتجة لقصب السكر في العالم، حدد شروط زراعة قصب السكر، حدد رابع الدول من حيث الانتاج. طبعا 3 بما تفسر عدم زراعة قصب السكر في اوروبا، 4 حدد اولى الدول المنتجة للسكر. طيب حدد شروط زراعة قصب السكر، ببساطة قلنا القصب محصول مداري يبقى بيحتاج حرارة عالية ومياه وفيرة. رابع الدولة من خلال الرسم البياني اللي قدامنا هي تايلاند. أما عدم زراعته في أوروبا قلنا لعدم توافر الشروط الزراعية، أو قلنا لأن أوروبا بتقع في المنطقة المعتدلة. أما أولى الدول المنتجة للسكر نفسه فهي برضو أول دولة منتجة للقصب، اليمين البرازيل. تمام بسملة، تمام يا شباب، برافو عليكم. طبعا بكده يكون احنا انتهينا من حصة النهاردة، اتمنى تكون رجعنا على جزء كبير من المنهج ونكون استفدنا. نلتقي على خير ان شاء الله في الحصة القادمة. في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.